طيب ارجع لمشاكل المحافظه سياده المحافظ والفتره اللي فاتت. طبعا لعدم الاستقرار كان في مخالفات كتيره وبنشوفها احنا بعينينا، سواء التعدي على الاراضي الزراعيه او الادوار الزياده والمخالفات في البناء، مخالفات البناء نفسها برضو اللي بيتم رميها في الشوارع وما الى اخره. اولا الوضع او يعني اخر احصائيه او رقم نهائي عندنا بالنسبه للتعدي على الاراضي الزراعيه نمره واحد. احنا عندنا بيانات بتقول انه يعني بعد ثورة 25 يناير في تعديات على اكثر من 400 فدان. كتير قوي. وفي ازالة لحوالي 20% من المساحة دي. ليه بس 20% يا فندم؟ يعني ده اللي تم بالفعل. في طبعا قصور في الامكانيات، في قصور في نواحي كتيرة منها قصور الامكانيات، انه عشان تزيل عايز امكانيات، حاجات مقاول يكسر ومقاول يشيل، في تغطيه امنيه طبعا ديت برضو مش متيسره في كل الاوقات، في اعباء كتير قوي على الشرطه. ايوه بس كل ما تاخرنا بقى امر واقع. هو يعني في الحقيقه الكميه بقت كبيره قوي، ودايما في مجالس المحافظين المختلفه في الحكومات المختلفه اللي انا عاصرتها دايما كان الموضوع ده بيطرح، وكان دايما ان بيتقال انه يعني موضوع مصادره المخالفه دي يعني ممكن تبقى حل. مصادره المخالفه؟ يعني المبنى المخالف يصادر ويطرح للبيع اذا كان امنا من ناحيه الاستخدام، والمردود بتاعه يعوض بس احنا ما بنسمعش عن ده، بنسمع في الاخر توفيق اوضاع او هندخل لكم ميه وكهرباء وهنتصالح وينتهي الموضوع على كده. لا، ده اتجاه يعني في رايي انه خاطئ تماما، وانه بيشجع على زياده المخالفات، وانه يعني على الاقل في الفتره الحاليه لا يجب توصيل اي مرافق لمبنى مخالف. يعني لما حضرتك اديتني مثال 400 فدان وازلنا 20% بس، الباقي ده حضراتكم هتستفيدوا بيه ولا هتتصالحوا مع الناس دي ولا هيبقى في غرامات؟ يعني هتعملوا ايه في الباقي؟ لا، ده يعتبر ملكيه للمجتمع، فده يتطرح في مزادات والمردود بتاعه ويعمل خدمات للمنطقه نفسها، حتى يعني الناس نفسها تشعر بان في عائد عليها من المخالفه. يعني ممكن نرصف طريق للبلد دي مثلا، ممكن ندخل ميه وصرف صحي للبلد دي من ان احنا نصادر المباني المخالفه بعد ثبوت امانها للاستخدام. فيعني دي انا طبعا بشوف قانونيين يقولوا انه ده يعني في حد ذاته ما هوش سليم من ناحية الدستوريه، لانه تقييد للملكيه ويعني وضع قيود، بس طبعا القانونيين يقدروا برضه يحطوا لها التكييف اللازم لان لازم تحل. مفهوم. طيب سيادة المحافظ.